ناخد شوية من يعني مشاركات من القاعة، في مجموعة من الشباب عندهم بعض الأسئلة. نبدأ بمصطفى أطامش. السلام عليكم، اسمي مصطفى أطامش، رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر. أول حاجة طبعا بشكر دكتور أشرف إنه دايما مدينا فرصة للديمقراطية. أول حاجة لحضرتك، هي وجهة نظر حضرتك في التقارب العربي مع إسرائيل بعد تطبيع مجموعة من الدول العربية التطبيع مع إسرائيل؟ ده سؤال. السؤال الثاني، هل ستظل المال السياسي المتحكم في المناصب البرلمانية؟ شكرا يا مصطفى. بالنسبة للجزء الأول، بعد إذنك، بالنسبة للجزء الأول، شوف، لا ليس هناك حالة ثبات. أنت عندك أهداف وثوابت معينة تجاه قضية معينة، مش بالضرورة أن المقاطعة هي السبيل الوحيد، التواصل قد يكون أكثر. أنا عملت مستشار لسفارة مصر في الهند في السبعينيات، في نهاية السبعينيات، كان لما يحصل عمليات عسكرية بين الهند والباكستان، الهند تقوي بعثتها في إسلام أباد وباكستان تقوي بعثتها في نيودلهي، يعني أن تزيد التواصل وليس العكس، أن تفتح قنوات للحوار. دي نقطة يعني طريقة تفكير. يعني هل يستطيع أحد أن يقول أن السادات كان خائنا؟ لا، السادات من أكثر حكام مصر في تاريخها كله وطنية وفهما لما يجب أن يفعله حاكم لبلده. يعني عبد الناصر كان قامة وطنية كبرى، قامة قومية كده ما تقدرش تناقش كتير لأنه له كاريزما وعامل زي نابليون، زي الحاجات في التاريخ. إنما رجل الدولة الوحيد بعد محمد علي في تاريخنا هو أنور السادات. كان يقدر يدي إشارة شمال ويخش يمين ويلعب بالقوة الدولية وهو. هل نستطيع أن ندينه؟ ولكن طبعا في فارق. السادات كان يمضي وراء نظرية الأرض مقابل السلام، أرض محتلة. أما ما يحدث الآن فهو السلام مقابل السلام، لا تأخذ شيئا. لكن لما تقوم دولة زي الأردن أو مصر بعقد اتفاقيات مع إسرائيل، هذا أمر وجوبي ليستعيد أرضه. إنما هم رأوا ولهم ما رأوا أنهم يعني يفتحوا باب للأمل لعله ينجح، أفلح إن صدق. كانوا دايما الإسرائيليين يقولوا بس ادونا فرصة للتعامل معكم والانفتاح عليكم وسوف ترون تحسين أوضاع الفلسطينيين وإيقاف الاستنطان والامتناع عن الضم، دعنا ننتظر ونرى. فما صحش حد يدين هذه التوجهات، خصوصا ان دي دول ذات سيادة ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية في إفهامهم في السنوات الأخيرة ان الخطر إيراني وليس إسرائيلي. وهم يعني اللي يدوا في المية مش اللي يدوا في النار، هم على مرمى حجر من إيران. الجزء الثاني كنت قلت لي الانتخاب المالي السياسي. بس في تكملة بس للسؤال الثاني، الفرق بين الحزب الوطني والأحزاب الحالية. الحالية انت دلوقتي بتتخانق، بتتكلم عن المال السياسي. ماشي. المال السياسي والله ظاهرة، مش عايز اقول عشان في مجموعة تانية أخرى. المال السياسي موجود في كل مكان. وأنت فاهم إن في فقير ممكن يبقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنت شايف التبرعات والأموال، المال حكم في الحياة السياسية، ما نخدعش نفسنا. مش هقول لك لا ولا يجب ولا إنهم مش صحيح. المال بيتدخل في الانتخابات في كل أنحاء العالم، مش عندنا بس. الحاجة التانية كنت بتقول إيه؟ الفرق بين الحزب الوطني والأحزاب الحالية. لا، الحزب الوطني كان حزب مش عقدي، مش فيش عقيدة جامدة واضحة. ده كان تجمع حول السلطة. والمصريين غاويين الحكاية دي. الوفد بس من 19 ل 52 ده كان الرعاة بتاع الحركة الوطنية. فالتف حوله المصريون وقالوا لو رشح الوفد حجرا لانتخبناه. ياما قالوا الاحتلال على يد سعد خير من الاستقلال على يد عدلي. شطحات عاطفية كده. بعد 52 بقى جت هيئة التحرير، الاتحاد القومي، الاتحاد الاشتراكي، حزب مصر، حزب الوطني، نيمت تنظيمات أحادية ما هياش أحزاب. لكن الحزب هو مجموعة من الناس يدينون بفكر معين ويتطلعون للسلطة. إذا ما تطلعش للسلطة تبقى جمعية تعاونية على طول. فهذا هو مفهوم أساتذة القانون الدستوري في العالم وشراحه لمعنى الحزب السياسي. شكرا يا دكتور. وخف عنا شوية والنبي. مفيش داعي. ماريان ناير.
احنا خادر اوركسترا عندنا اسمه ناير نادر. انا مريم ناير. عايز اسال حضرتك يعني بما ان حضرتك قدوه لشباب كتير، ازاي نقدر ناخد مناصب وان احنا نبقى على ثقافه عاليه زي حضرتك او على الاقل نص حضرتك؟ لا يا ست، احسن بكتير. اولا لكل فتره ظروفها ولكل عصر رموزه، لازم تعيش حياه العصر. يعني دلوقتي شايفه السوشيال ميديا بتعمل ايه في الحياه، لازم يبقى عندك فهم ودخول عليها. ما نقدرش نتفرج على حاجه لمجرد ان احنا نرفضها، لابد من اقتحام كل ما هو متاح، ولابد ان تقراي كثيرا وتدرسي كثيرا وتتعبي كثيرا. تصوري الجهد ساعات اللي تحس ان هو ما انت شايفه انه حقق نتيجه، انما هو كده بالعنايه الالهيه يعطيك قدرا سوف تشعرين به في سن معين. وبعدين عايز اقول لك حاجه يا بنتي، اهم حاجه دلوقتي مش التعليم، التدريب. الشهادات حد ذاتها ورق واقف، انما التدريب. ولذلك انا مبسوط كنت مع الدكتور خالد عبد الغفار بيعملوا الجامعات كلها على نظام البوليتكنيك، اللي هي النظام التدريبي اللي هو التعليم الوسطي ما بين الجامعي والتعليم الثانوي. هو ده اللي احنا محتاجينه، مش محتاجين شهادات ودكتوراهات وحاجات من دي. لا، العصر تغير، انت عايز ناس قادرة على التغيير، يقدر يخترع آلة، يقدر يطور ماكينة، يقدر يفهم موضوع معين. يعني مثلا هسألك سؤال، ايه اللي يخلي دولة زي مصر بهذا الحشد الضخم لديها من المتعلمين والمتعلمات لا تكون هي الهب بتاع السوفت وير في المنطقة؟ انا فاكر كلينتون جانا هنا عمل محاضرة بعد ما ساب الحكم وقال في احنا ما لا يتحدث امريكيان الا وبينهما هندي، الا وبينهما هندي. انا كانت شغلتي دي ده بلاج وتحطه في البتاعه وتشتغل. وعندنا على فكره المصريين شاطرين جدا في الاي تي، في الانفورميشن تكنولوجي، مش ده كلامي، ده شهاده كتير من الخبراء اللي بيجوا. وانا معتز ان احنا عندنا في اسكندريه في مكتبه اسكندريه واحد من احدث واضخم الاي تي انفورميشن سنترز في مصر، اللي لم يكن الافضل على الاطلاق. فهي دي تعيش عصر التكنولوجيا وعصر العلوم وتتفاعل معاه. على ايامنا كان عصر الحقوقيين وعصر الاساتذه في الدراسات النظريه وعصر الخطابه. الدنيا اتغيرت، لكل عصر رموزه وادواته. بحستك انت تفهمي ايه الرموز وايه الادوات وتشتغلي على نفسك بشيء من الارهاق، لابد ان تصل يوما ما الى ما تريدين. شكرا. شكرا يا مريم. محمد حمدي خليل. كم سؤالي في موضوع ان تركيا بتخالف القوانين الدولية. كنت قريت اخبار كده على جوجل ان تركيا يعني عايزة تنشئ او عايزة تقوم بمشروعات استثمارية في بيروت وبالتحديد في المنطقة اللي حوالين المرفأ اللي انفجر، اللي انفجرت فيه شحنة نيترات الأمونيوم. فهل الخبر ده صحيح ولا لا؟ ولو صحيح، هل ممكن باحتمال بسيط قوي اسرائيل تخش مع تركيا مثلا في المشاريع دي بموجب التعاون ما بينهم كدولتين؟ بعد اذن سياده الوزير، هذا غزل رخيص من جانب اردوغان وعصابته. وانا مش بقول الكلام ده، اقرا اسمه ايه ده، روس اللي كان مبعوث الولايات المتحده الامريكيه في حل الصراع، دينيس روس في الشرق الاوسط، من يومين ثلاثه قال ان محاوله اردوغان للدخول الى لبنان محاوله رخيصه لا تعبر عن موقف داعم للبنان على الاطلاق، بالعكس هو يريد ان يتخذ منها تكئه لتبرير سياساته وللسيطره على المنطقه. ما هو بيقسم بقى، الايراني جاي له من الغرب وهو جاي له من فوق، واحنا بقى الايتام على مائده اللئام. طبعا لا اللبنانيين هيقبلوا هذا ولا حتى قوى كثيره مش هتقبل هذا في المنطقه، وهو مش هيقدر يكمل هذا. ده كلها كده يعني عملية شعارات وعبارات صاخبة وأفكار بيرميها زي البالونات، لكن ليس لها مصداقية على الإطلاق، على الإطلاق. كمان ده راجل يكذب. ده فاكر مرة قرر إنه يدعم الفلسطينيين في غزة وبعت مركب اسمها مرمرة وعليها بعض الشباب التركي عايزين يساعدوا الإخوة في غزة، ضربتهم اسرائيل وموتت 9. عمل ايه هو؟ حط 3 شروط ما نفذش منها ولا شرط.
قال لهم مطالب بالاعتذار، اثنين بتعويض الضحايا، ثلاثة بتحسين الأوضاع في الضفة الغربية عشان أصفح عنكم. وصفح وتراجع ومضى وراءهم دون أن يقدموا له شيئا على الإطلاق. هو ده أردوغان مكلمة. يعني أنا شفت له ثلاث صور على الشاشة غريبة جدا. أول صورة هو بزور إسرائيل من عدة سنوات، منبطح تماما، فضل يلبس الطاقية ويقف قدام حائط المبكى اللي عامل زعيم إسلامي. الثانية لما كان هو وعمرو موسى وبان كي مون أمين عام الأمم المتحدة وشيمون بريز في ديفوس، وقام وتنرفز وشخط فيهم وساب الجلسة وخرج. إيه إيه القومية وإيه العظمة دي كلها؟ خلاص هي كلها مناظر، ولكنه لا يفعل شيئا، كلها أدوات يستخدمها حين يريد. إنما أقوى علاقات استراتيجية وعسكرية في المنطقة هي بين أنقرة وإسرائيل. شكرا دكتور. شكرا محمد. معانا كمان الشيخ محمد رمضان من ذوي الهمم. اهلا يا مولانا. السلام عليكم. محمد رمضان، طالب الفرقه الرابعه، كليه اصول الدين، قسم الحديث. قبل ما اطرح سؤالي حابب بس اشكر زميلتي العزيزه الاستاذه ساره صلاح واللي دعتني حقيقي لحضور المؤتمر ده. بس سؤالي يعني وهو مشترك حقيقة بين الدكتور مصطفى وبين معالي الوزير، بين يدي الآلام والآمال، الإشارات اللي أشار ليها أستاذ الدكتور مصطفى سواء في قضية المعاهد الأزهرية وانحياز بعض الناس اللي بيسموا أنفسهم جماعات الإسلام السياسي وما إلى ذلك، الإشارات دي للأسف الشديد أصبحوا الآن يقولون إن الأزهر أصبح دولة داخل الدولة، فللأسف الشديد ده فكر مغلوط. إزاي نصحح هذا المفهوم لدى الناس؟ دي قضية. القضية الثانية في الإشارة برضو لموضوع تركيا وأن أردوغان أصبح كان أمين عام التنظيم العالمي للإخوان. أردوغان لما أصلا لما وصل إلى مصر في حكم الإخوان قال عرض عليهم الحكم بالعلمانية فوافقوا. طيب هذه المصطلحات والعلمانية والحكم بالإسلام حتى الدولة الدينية بالمفهوم الثيوقراطي، الحاكم بيجي من عند ربنا، الإنسان لا يعلق عليه ولا يشيله وكذا، إزاي نصحح هذا الأمر لدى الشباب؟ في الإشارة كمان لقضية ذوي الهمم، أصبح الآن عندنا انفجار معرفي على مستوى العالم، لكن في قضية ذوي الهمم أصبح الناس عندهم تخوفات كبيرة جدا من التعامل مع ذوي الهمم. أنا لما أقول لحد عديني طريق وأنا رايح في أي مكان يظن أنني متسول، ومنين ده في ظل المكتسبات المعرفية والثقافية؟ وأنا أطرح الآن مبادرة بين يدي السيد الوزير، وبالمناسبة طرحت الأمر ده على إدارة التدريب وإعداد القادة في مركز الشباب. أنا مستعد، أنا كشاب أزهري أنتهج النهج الوسطي، أني أعمل دورة تدريبية لزملائي وزميلاتي على السواء فيما لا يسع المسلم جهله، عشان خاطر نحمي الناس من الأفكار دي، من تطرف وعنف وإرهاب وما إلى ذلك. أرجو التوضيح لإخوان الشباب وأسف الإطالة. شكرا. المبادرة إن شاء الله أبقى مع حضرتك فيها، ويعني زمايلي موجودين بقى يعني كلهم في تخصصه، وناخد تليفوناته ونشوف في الموضوع. شكرا. أنت بتقول إن أنت ضرير وتستهجن، يا أخي لقد كان طه حسين عميد الأدب العربي ضريرا. بالعكس، ده عظماء التاريخ فيهم ناس كتير جدا هنا. كان رئيس مجلس الدولة عندنا من سنوات قليلة، نبيل بيه بس أنا ناس اسمه، وعرض الأمر على الرئيس في وقتها وقال بالعكس لابد أن يشغل منصبه، وهذا الأمر لا يحول بينه وبين ما يستحقه. فلا تفكر هكذا، بالعكس خالص، ده كثير من العلماء والمفكرين كانوا من ذوي الهمم. ما تشوف هيلين كيلر وحاجات كثيرة جدا في التاريخ بتؤكد عكس ذلك على الإطلاق. الناس بقى اللي عايزة بتوع المتأسلمين واللي بيدعوا ما لا يجب أن يدعى وبيسيئوا إلى الإسلام وبيحاولوا يطوعوه لصالح أهدافهم، هؤلاء نحن ضدهم. أما الأزهر الشريف فقلعة الإسلام التي نتباهى بها منها، لكن الأزهر الشريف ده شيء حد بيحاربه؟ لا، الدولة لا تحاربه على الإطلاق، بدليل أن قضية القضايا عند الرئيس السيسي هي تجديد الفكر الديني،
وهو بذلك يخاطب الأزهر الشريف. هل هناك أهمية أكثر من هذا؟ بالعكس، الأزهر الشريف جامعا وجامعة وشيخا محل الاحترام لدى الدولة تماما. إنما في بعض الناس بتحاول تعمل الوقيعة، الإخوان نفسهم في الوقيعة دي قوي، لأنهم نفسهم في شيخ الأزهر مش في نحن. فيا أرجو أن يكون هذا واضحا، وهو واضح لكل من يتابع الأوضاع، إنما الأزهر محل تقدير، وهو قلعة الإسلام الكبرى. وأنا لما رحت أكسفورد أدرس الدكتوراه قالوا لي إحنا خدنا نظام الكليات الكوليجز عن فكرة الرواق في الأزهر الشريف، فكرة شيخ العمود، العمود وده عمود الحنابلة، ده عمود الملكية، ده عمود الشافعية، وأخبار سيادتك عملنا تقسيمات الكليات وفقا لهذا النهج الذي بدأه الأزهر منذ أكثر من 1100 عام. فيعني لا تقلق، كل هذه الأمور في البال. شكرا. شكرا يا دكتور مصطفى. ممكن نروح لفاطمة الزهراء من الشرقية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. السلام عليكم. أنا كنت حابة بس أوجه سؤال للدكتور، للدكتور مصطفى فقي. كنت عايزة أعرف إيه التسويق اللي هتقدمه المكتبة لتجذب الشباب، بما إننا كلنا في عصر التكنولوجيا. التكنولوجيا أنا عايزة أعرف دلوقتي أنتوا إزاي تجذبوا الشباب اللي زينا، بما إنهم كلهم توجهاتهم كلهم للفيسبوك والحاجات دي كلها، إزاي تجذبوهم إن هم يعني يبقوا دلوقتي يجوا للمكتبة زي الأول أو أكتر كمان. كنت عايز أعرف كده. ونفس الكلام دلوقتي لمعالي السيد الوزير أشرف صبحي، أنا كنت عايز أعرف الخطة التسويقية لمراكز الشباب، إن أنتوا تجذبوا الناس إن هو يحسنوا من شخصياتهم، بما إن دلوقتي التطورات إحنا بنبص للتطورات لبرة من الجانب السلبي، ما بنحاولش نستفاد منها من وجهة من الجانب الإيجابي. شكرا. شكرا يا عيلة. تفضل. بالعكس، كل ما هو موجود في مكتبة الإسكندرية قائم على الأدفانس التكنولوجي، التكنولوجيا المتقدمة. كل حاجة عندنا مش محتاجة أبدا حتى أنك تنتقلي، تستطيع أن تري كل شيء. ولذلك ومش عارف تعرفين كده ولا لا، احنا خدنا جائزة أهم مؤسسة عربية في شهور الكورونا، لأن اشتغلنا أونلاين ولم تتوقف أنشطتنا مع كل أنحاء العالم بفضل التقدم التقني لدى المكتبة. فمن عناصر الجذب للأجيال الجديدة اللي حضرتك منهم إن احنا بنتكلم نفس لغتكم وبنشتغل على نفس طريقتكم. مش بالضرورة أنا من جيل قديم، لكن عندنا كوادر قادرة على جذب الشباب والشابات للقراءة والاطلاع والمعرفة بكل صورها كيفما تريدين. عندنا مش عارف البتاعة البعد الثالث اللي بتعملوها الجديدة دي، والدراسات المتقدمة جدا في تكنولوجيا المعلومات. عندنا أكبر كمبيوتر في مصر على الإطلاق، يعني تمنوا لو قلت لكم حاجة تخض، لأنه جهاز ضخم مش موجود منه غير اتنين، رئاسة الجمهورية وإحنا. فأنا عايز أقول لكم محدش أبدا يتوهم إن المكتبة يعني قاعدة كده مكتبة من بتاعة الناس اللي قاعدين بتوع زمان، لا، هي مكتبة متحركة، مكتبة عصرية بتراجع نفسها كل يوم. على فكرة ساعات بيبقى عندي في المكتبة 20 فانكشن في اليوم الواحد، يعني بقاعد مع الوزير الدكتور أشرف وعاملين لقاء، وفيه حفل موسيقي، وفيه فيلم في القبة السماوية، وفيه عمليات ترميم. احنا بنرمم الكتب والآثار للدول الأوروبية كلها. الطلاينة بيقولولنا اللي هم أساتذة الترميم بيقولنا، والجريك وغيره. فأنا عايز أقول لك احنا بنحاول أن نكون شيئا له قيمة مضافة لهذا الوطن. وبعدين يعني طبعا احنا بنشعر بأسى، أكلمكم بصراحة، المدينة اللي كانت مليانة جريك وطلاينة وأرمن ويهود، مدينة كوزموبوليتان عالمية، أصبحت الآن هي أكثر مدينة تراجعا وأكثر مدينة سقوطا في احتكار يد بعض المتأسلمين وتجار الدين.
الإسكندرية تعاني لأن هي وإقليم البحيرة أصلهم كانوا مركز قوي للجماعات المتطرفة كما تعلمون. تفضل معالي الوزير. كلامك مظبوط، احنا محتاجين نعمل تسويق لأنشطة مراكز الشباب الداخلية. يمكن احنا ناجحين اقتصاديا مسوقين استثماريا كويس جدا للإنشاءات، وده عامل لنا رقم مالي كبير للإنشاءات. حق الانتفاع والشراكة والحاجات دي كلها ماشية كويس جدا. مركزيا بنسوق الأنشطة بشكل معقول، أما لا مركزيا إن مراكز الشباب نفسها تقدر تسوق وتشتغل احنا محتاجين جهد كبير. عشان كده بنعمل الاوت سورس او القطاع الخاص، ان الاكاديميات تدخل، لان القطاع الخاص لما بيدخل هو بيقدر يسوق للنشاط بتاعه اكتر شويه، ده في المجال الرياضي. اما في المجال التثقيفي والمجالات الاخرى برضو بنشتغل عليها مركزي من خلال المسابقات بتاعتنا زي ابداع مراكز الشباب، زي دوري مراكز الشباب، الحاجات اللي احنا بنعملها. واعتقد احنا الفتره الجايه هنعمل زي اطلاق مسابقه قوميه كبيره اللي بيها نبرز أو مشروع لتسويق أنشطة مراكز الشباب على مستوى مصر إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله.